انتيش دخلك ظفر العابدين فرحان باش يموت، انتيش دخلك فرحان ولا مش فرحان امي؟ لا الحقيقه فرحان يا فرحان يا بنتي، انتي سيرين بكلها قدم له في التحيه. كيما احنا اللي كاتيها من عند حسن اللي في السوق. انا ما حكيتكمش على حسن. حسن لحفي عليا حد يخذني. جمهور صفاقس الحقيقه جمهور غير عادي، معناها انا معني عملنا برشا عروض في اوروبا، سي فريمون نفس النيفو نتاع نتاع ناس تعرف وقتاش تصفق، تعرف وقتاش تضحك، تسمع معناها يفهمين الميساج وقتاش يوصل الضحكه وقتاش تكون يعني نفرح كيف مستحق فؤاد وسيرين على 2000 لايك 2000 نسمع هلي احنا ميتين شر لله، احنا عائله كبيره، احنا نصبوا من 30 40 50 لفوق. تعلمنا الخبره، تعلمنا الجينيروزيتي في الخدمه، على خاطر نعيمه ياسر جينيروز في الخدمه، احترامها للخدمه جوستومون، خاطر نعيمه ما تفادلكش يعني كي تبدا 7 البروفه 6 ونص تلقاها في بلاصتها، فريمون تعلمنا منها برشا حاجات، خبرتها نفعتنا برشا، وفما ديزيشونج معناها فما زوز اجيال من نجمو كان ننفعوا بعضنا معناها. لي سامحني خلاك ولاو يحتفلوا بيه؟ بيان سور يا اخي ما عادش تقسموا قلت لهم انت جريه والفرش وانت طب دويه والكوافير. لا لا جوي باهي شريتي قوي نعاود نشري. ما عادش تبعثوك وعاد المنافذ تخرجك المعولي هزيته؟ لا 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 لا. ما تقوليش زاد ما وقفتوش 3 ايام اهمال عيال. انا عندي عيال حتى يهملوا لهم حتى نوقفوا. شوف يا سيدي. الطلاق تبدل وانا مازلت ما عرستش. معناها كي تبدا الفان عندها والجمهور يضحك راهو ما يقسمش يقول هاي اميمه ضحكت هاي لبنى لهي المسرحيه معناها ساهم في نجاح المسرحيه. شوفوا كلوا بنات سعاد عجبتنا المسرحيه عجبتنا دونك ما فماش انا اليوم نجاحي هو نجاح لبنى هو نجاح نعيمه معناها انا بالعكس هي كي تبدا اما بار كونتر ننقدوا بعضنا معناها تقول لي انت اليوم حسيت كراهو الانرجي نتاعك طايحه اما كي تبدا بالعكس نحاولوا نصلحوا لبعضنا باش نعملوا ما خير يا امي يستحق 5000 دولار كي وصلوا يجي يخذنيتو وعليه بالدولار خاطر هو يعيش في لبنان يا ام. جمهور محترم يعرف وقتاش يصفق يسمع جمهور راقي ما تلقاش صفاقسيه شادين تليفونات ولا ياكلوا في المسرح ولا ياكلوا في يحترموا بالحق المسرح معناها احنا كي نجيو جايين صفاقس نبداو شيخين الحق نتاع ربي. جمهور راقي برشا انا بايدي كي نبدا جاي صفاقس ياسر نفرح. جمهور صفاقس ميرسي ميرسي كريم القاربي شرفنا. العروض المسرحيه نتاعي معناتها نحكي فيها سردين حب العائله تكون موجوده كامله تتناقش معاهم فماش حتى حرج يسمعوا النصوص الكل ما فما حتى بالايحاء انا ما عنديش ايحاءات خاطر انا نحب بالحق العائله خاطر انا نحب مسرح نسميه انا مسرح عائلي انه نجموا البو والام والاخو والاخت يقعدوا ينجموا يتناقشوا في المواضيع اللي نطرح فيها كما موضوع مع نتاع الليله. احلى ليله مع احلى جمهور سفير Ah!